بدي أخبركم عن أول قصيدة قلتها وغنيتها بصوتي. كنت أتعلم بالمدرسة عند الخور يوسف عون، وكان أستاذي فيليب مسعود البستاني بالصيف، طبعا كنا أخذين فرصة الصيف، وبالشتاء كنا عاملين امتحانات وأخذت الشهادة. يودي وراي الخور يوسف عون على المدرسة، قال لي بي اطلع شوف شو بده الخوري منك. طلعت، قال لي زغلول، كانوا عيطوا لي زغلول المدرسة، يا زغلول بدي أعطيك هالقصيد، عمل لك هي الأستاذ ويليام صعب. ويليام صعب شاعر كبير محترمه ومنقدره، وكان عم بيعلم بالمدرسة ذاتها. أخذت القصيد منه أنا، خمس دستور يعني قصيد مش مطولة. قال له في عندي تلميذ بيقول زجل وهيدا، بدك تعمل له شي قصيدة أولى، فأنا نعطيه شهادة بحفلة عاملينها خصوصي، حفلة الأجنحة المتكسرة، عملها هو ويليام صعب، وكان الله يرحم أديب الحداد أبو ملحم هو ممثل بالرواية. خدت القصيدة أنا، وقال الخوري بتجيب معك هلا بدنا نعمل حفلة كبيرة، وبتجي بتجيب بتقول بتحفظ القصيدة وبتقولها، وبتجيب معك ثلاث ليرات ونص رسم الشهادة، بس نعطيك الشهادة بتقول قصيدتك وبعدين بتدفع الرسم. قلنا له طيب. رحت على البيت أنا، وصلت على البيت ساعة خمسة ستة بالليل، ترمى بدنا نتعشى يعني. قال لي بي شو بده منك الخوري؟ قلت له والله أعطاني قصيد، بدو نعملوا حفلة نهار السبت بعد يومين ثلاثة، بدو وزعوا لنا الشهادات، كنا نحن ستة تلاميذ ناجحين. قال لي وين القصيد؟ أخذ القصيد مني بي وخزقه. أما أنا طفلت الدمعة من عيني، كيف بخزق القصيد؟ مش معقول أعطيني إياها رئيس المدرسة. قال لي إذا أنت خدت شهادة وبتقول زجل وبدك مين يعمل لك قصيدة بلاك وبلا شهادتك وما في روحة ولا بدي تاخذ شهادتك. والله بهالكلمة شجعني منيح بي، بس أنا تأثرت يعني إنه كيف بدي أقول لخوري إنه خزق القصيد. جينا ترمي العشاء، بدنا نتعشى، كنا حاطين طبق هيك على الأرض، نحن أربعة، كنا أولاد، نحن أربعة أخوي وأمي وستي وبي. قررت بدي أتعشى، قال لي أنت ما لك عشاء، يا بتعمل قصيد بتقولها أنت وإلا فيش عشاء. والله أنا ما هي علي الخبرية، جوعان وهاجي بدي آكل. بطحت على الأرض هيك على بلاط، كنا على الفرندا برا قاعدين، جبت ورقة وبلشت أكتب. قبل ما يخلصوا أخوتي العشاء كنت أنا مخلص قصيد، قلت له خلصت القصيد. قال سمعني اياها، سمعته اياها، قال لي هلا تعشى. طيب قلت له هلا خلصنا، بكره بدنا نروح على المدرسه. بده يسالني الخوري شو حفظ القصيد لا تتغير؟ قال لي قل له حفظت كرجة المي. ويوم تطلع لفوق قول القصيد بدك اياها انت. والله هيك صار. وصلنا على المدرسه، مين عرفت؟ مدامتي، كنا معنا طبعا انا عمري 10 سنين. قلت لها بدي اروح قول قصيد انا هناك. راحت مع هالولاد من جيله يعني، هربت معهم بدون ما تقول لحدا. ما انا شفت قاعده هيك معرمه هناك وصرت جود اكثر. صرت لعند خوري، قال لي شو زغلول حفظت قصيد؟ قلت له عظيم. قال لي طيب هلا بنطلع بنقدم تلاميذ، هني عاملين لهم كلمه نثر مش زجل، وبعدين بتقول زجل انت. قلت له طيب. قدموا، صاروا تلاميذ كل واحد معه ورقه كاتبين لهم هن يعني مش هن شغلون، وترجوا في ايدهم بالورقه يعني، بعدوا تلاميذ صغار 10 سنين 9 سنين. تاجى دوري انا، وشو المطرح وين كنيسه مرمطانوس بجديده، كنا هونيك الحفله مليانه عالم، كل اهالي التلاميذ موجودين. طلعت انا، قدمني الخوري، وقف بخيال الكوليس المسرح استري جوا، وبلشت انا القصيد اللي عملها انا، بس انا خايف، بس قلت اوف مثل بقول اوف اليوم يعني بالنغمه ذاتها. زقفت العالم، اطلعت بالخوري اول سطر قلته لقيته غاش من الضحك، قلت انا نفدنا، لانه كنت خايف انه يوبخني انه ليش ما قلت القصيد اللي اعطيتك اياها. كفيت ساعتها مزبوط وخلصت القصيد ونالت استحسان كثير.
بس جيت خلصت وعطيته عم بعطيه 3.5 ليرات اللي هن رسم الشهاده، قال لي هو اعتبر 3.5 ليرات هوري اول دفعه من حق زجل ما بدنا اياه منك. فعلا رجعنا على البيت وانبسطنا كثير، وكانت الزغلوله كمان مكيفه اكثر، وانا كمان زدت اكثر لانه كانت قبالي هونيك. بيقول الزغلول